وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن أن مصر دولة مركزية تتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية هامة. وشدد الرئيس الكوري على أن هذه الزيارة تكتسب مكانة خاصة لأنها أول جولة أفريقية له، وأول زيارة أيضا لرئيس كوري جنوبي لمصر منذ 16 عاما. تكتسب هذه الزيارة معنى خاصا لأنها أول جولة الأفريقية وأول زيارة بصفة الرئيس الكوري إلى مصر منذ 16 عاما. أن مصر مصدر حضارة قديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمتع بميزة تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل، وميزة جغرافية تلمس ثلاث قارات، كما تحافظ بشبكة اتفاقيات التجارة الحرة ووسعة النطاق ونسبة الشباب المرتفعة من عدد السكان والموارد الطبيعية المتوفرة، فلديها إمكانات تنمية. تعاونت مصر وكوريا في مختلف النواحي بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية والثقافية. أكدنا أنا ورئيس المصري أن شراكة تعاونية شاملة بين البلدين قد جلبت منافيا متبادلة للبلدين، واتفقنا على تعزيز التعاون المستدام للمواجهة نحو المستقبل.